ابو عبد الله، ابو عبد الله معروف بجرد الحيك. كم قيمه الفقر ذا ابو عبد الله؟ تعر يعني لان حبه كبير، لكن هذا ما شاء الله كراتين كله طازج ذا. كله طازج. اي نعم. انت ما شاء الله الباديه موجود عندك. طبعا احنا الحين جرده بريده العامره، طبعا في احد السيارات الحقيقه واصله من حفر الباطن بفقع طازج. الحقيقه فقع طازج، يقول الرجال انه ما يحتاج طازج يعني من حق اليوم يعتبر. فالفقع الحقيقه اسعاره مناسبه للي بتذوق الفقع قبل الناس، فحدنا الرجال يعني باسعار مخفضه الان. نهايه الكرتون الواحد ب 200 ريال، يقول ب 200 ريال السعر النهائي للي يبي الان من الفقع الطازج اللي وصل من حفر الباطن. حفر الباطن اللي دائما ما شاء الله عامره باراضي الفقع. البقل، البقل موجود في جرده بريده ما شاء الله، تزدخر بالبقل الطازج الجديد من صنع طبعا ايدي محليه، وهذا السمن البقري، وعندك سمن برضو بقري هذا نوع ثاني ما شاء الله. كم خالد تقول لنا الكياس؟ على 50. هذا كياس على 50، هذه طبعا البقل. واللي طال عمره الفلين ذي 25 صغير، الفلين على 25 صغير، والكبير على 50. ما شاء الله بقل طازج ما شاء الله جديد ما شاء الله والنعم والله. طيب وقلتي انت السمن هذا وش هو سمنه ذا؟ البقر الطبيعي. كم العلبه خاله؟ 75. والبقر هذا الثاني؟ هذا من تشتروه من المحلات تبيعونه، هذا 30 ها؟ 30. واذا وش هو الابيض ذا؟ طبعا هذا بعض الفقع ما شاء الله احجام كبيره. بالخير ابو فهد، كم طال عمرك الفقع هذا؟ ها؟ ابو عبد الله كم الفقع هذا؟ هذا الفقع هذا طال عمرك على 200. على 200؟ الفقع ذا؟ طازج ذا؟ اي نعم. جديد؟ اي نعم. ها؟ اي نعم. ما شاء الله عليك على 200 حد. طيب والكبار نفس السعر نفسه؟ نفس السعر يعني نفس الكمية تعتبر لأنه حجم كبير. لا لا احنا وزننا بهذا يصير كله سوا. كله سوا؟ اي نعم. اي نعم. ولو جاء واحد يبي مثل الثلاثة تخفضون له؟ اي اكيد. ها؟ اكيد. ما شاء الله عليك. والبقل كم عندك يا ابو عبد الله؟ البقل عندي هذا وفي كمية تجي كل يوم. البقل على كم عندكم؟ البقل طول الله عمرك على 150 هذا. على 150؟ اي. ما شاء الله كيوسكين كبيرة ما شاء الله عليك. اي ها شوف. لا وجديد ما شاء الله عليك. جديد جديد. اي والله ما شاء الله، هذا انتاج يمكن ما شاء الله قريب ذا جدا. اي. ما شاء الله وجديد. اي. والله ما شاء الله كيوسكين كبيرة ما شاء الله عليك. اي ها شوف. لا وجديد ما شاء الله عليك. جديد جديد. اي والله ما شاء الله، هذا انتاج يمكن ما شاء الله قريب ذا جدا. اي. ما شاء الله وجديد. اي. والله ما شاء الله هذا ابو عبد الله ما شاء الله انسان مبدع بجرده بريده. ما شاء الله دائما هو المبدع بتسويق الفقع. عنده انواع كثير من الفقع، عنده الزبيد وعنده الخلاصي وما شاء الله عليه. مسك الله بالخير ابو عبد الله. هلا مسك الله بالنور. كم طال عمرك الزبيدي هذا؟ هذا طول الله عمرك قيمته على 800. 800؟ اي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ما هو مزرعه ذا؟ لا ما هو مزرعه. ما هو مزرعه؟ لا. ما شاء الله ما شاء الله، حجم احجام كبيره ما شاء الله. اي نعم شوف ذي. ما شاء الله شوفها هذه. صور ذي. اشوفها، هذه صدق ابو عبد الله حرجع انسان الرشيد، ابو عبد الله الرشيد، انسان طال عمركم ده متخصص ببيع الفقع الطازج سواء الزبيده او الخلاص. ثلاثة ألف وستة وسبعة ثلاثة ألف وسبعة وخمسين وثمان ثلاثة ألف وخمسين وتسعة
54 و100 و200 و3 و4 و5 و6 4 و7 و8 4700 4800 و50 و9 4800 يا حسان سجل محمد سوري. حمودي.